Okay, last time we started talking about mapping details using chain surveying, which means that we need to go and do the measurements and then prepare a map or a plan for the details using a reasonable scale. Using a reasonable scale. مقياس رسم معقول يخدم نظرات تبعتنا. We said that the first step is to make a field visit. Direct yourself towards the north direction and draw freely by hand. رسم أنواع، يعني رسم بالأدوات. كانوا زمان يقولوا الرسم الهندسي نوعين، رسم بالأدوات ورسم حر. اليوم نضاف لهم رسم على الكمبيوتر، إلا إذا بدك تعتبر الكمبيوتر أداة. بطلنا نستخدم اليوم لا مثلث ولا مسطرة ولا فرجار، كل اليوم على الأوتوكاد. إحنا هنا نرسم رسم حر باليد، قلم رصاص، محاي، ورقة، ستريت إيدج. بديش أسميها مسطرة، بدي أسميها ستريت إيدج. يعني إذا كان في عندك خط طويل وبتخاف إيدك تحرف يمين ولا شمال، تستخدم المسطرة بس عشان ترسم هيك، بس بدون قياس، لأنه هسه أصلا ما كسناش على الميدان، مزبوط ولا لا؟ بس مو فبنحضر السكتش هذا، وقلنا إنه السكتش هذا ماله فوائده كثيرة، من ضمنها إنه هو دليلك في عملية الرسم بعد ما تقيس وتروح على المكتب ترسم. الدليل جايد المرشد تبعك هو مين؟ سكتش. علاوة على انه بيساعدك على تخطيط العمل، كم شخص، اذا التكلفة لسه ما مش طالب قديش اجرة، يساعدك على تخطيط العمل. شو المقصود في الحكي هذا؟ This is an example of a sketch for an area which has four buildings, some trees here and there, electric pole, 6 meter road. Now, in order to make measurements for these details and make a plan for them, in chain surveying, we go ahead and choose reference lines that help us make measurements for these details. الآن أنا بدي أعيد وأنوه لشغلي مرة تانية. اليوم إحنا ما بنستخدم هذا الأسلوب في عمل مخططات. اليوم في بين يدينا أجهزة حديثة، ديستومات أو توتال ستيشن بنسميها، جهاز إلكتروني لقياس المسافات، وفي كمان جي بي إس. بس السبب إنه إحنا لساتا بنرجع للكلام هذا، لأنه كثير من المبادئ هذه لا نستغني عنها. كثير من أراضينا الفلسطينية اللي مسحت زمن الإنجليز مسحت بهذا الأسلوب. كثير مرات نضطر نلجأ لذات المساحة مشان نجيب معلومات عن الأراضي اللي بين إيدينا. المعلومات بتكون موثقة بالأسلوب اللي بنشرحه هنا، وإذا أنت مش فاهمه ما بتقدر تحلل المعلومات هذه. الغرض إنه نشرح الحكي هذا مش بالضرورة إنه هسا أنتوا تطلعوا وتمسحوا استخدام الأسلوب هذا، واضح؟ ولكن فيما لو احتاجت معلومات ذات المساحة تقدر تحللها وتفهمها. فشو اللي كانوا يعملوا؟ يختاروا خطوط مساعدة. These lines are not part of our details. مش جزء من التفاصيل. ليست أشجار، ليست أعمدة كهرباء، ليست مباني. خطوط أنت بتختارها مشان تساعدك في عملية رسم التفاصيل، قياس التفاصيل ثم رسمها. الآن هاي المنطقة تحديدا as an example we chose four lines AB BC CD DA. Now what is the criteria for choosing the lines we will talk about in a little bit. كيف نختار الخطوط، شو النقاط اللي ناخذها بعين الاعتبار، هلا نحكي عن الموضوع. بس
جدلا نفترض انه حطينا نقطة هان على الارض طبعا هذا الحكي، ونقطة هان يصل ما بينهم خط مستقيم هو اي بي، حطينا نقطة هان من بي لسي خط مستقيم سي دي ودي اي. الان انا لو قست الاطوال الاربعة هذه وكان عندي فكرة عن مقياس الرسم وبدي اروح ارسم الخطوط الاربعة هذول، هل استطيع رسم الخطوط الاربعة بمعرفة هذه المسافات فقط؟ شو بلزمني كمان؟ فيش، انا ما بقسش زوايا هنا، اذا قطر فبلزمنا هذا القطر، يعني يمكن واضح شيء خفيف موجود هو على فكرة بس مش واضح كثير مع الارض هنا، اذا بلزمنا كمان قطر. هذا بنطلق عليه اسم تشيك لاين زي ما راح نشوف كمان شوي، بيساعدنا على اتمام عملية الرسم. الان اللي بدي اياه خلينا ناخذ اي خط من هالخطوط الاربعه، خلينا ناخذ اي خط من الخطوط الاربعه وليكن على سبيل المثال ليس الا الخط بي سي. احنا رسمنا على ورقه الرسم اي بي وبي سي وسي دي ودي اي بمساعدة القطر هذا، صح؟ اذا كنا مختارين مقياس الرسم بناء على المعايير اللي حكينا عنها سابقا. الان الخطوط هذه مرسومة، نيجي للخط بي سي، شو في على يمينه ويساره؟ في على يساره بناي هنا، على يمينه بناي، في شجرة بلوط وكمان شجرة تانية، في عمود كهرباء الكتريك بول، ويقطع حافة الطريق هي وين، صح؟ مضبوط ولا لا؟ في اذا بدك هاي البناية موجودة على اليسار ولكنها بعيدة شوي، مش مشكلة بس موجودة. طالما انا رسمت الخط بي سي، تعال البناية هاي، البناية هذه انا بدي احدد مكانها الصحيح نسبة للخط. احنا حكينا ان شين سيرفينج وي ابلاي two points of the second principle of surveying in order to locate a point relative to a known line. هي النون لاين، هي الخط تبعي. So now I want to locate this point relative to this known line. I need two independent measurements. And these measurements could be angle and distance, and we are not going to use this. We don't measure angles in chain surveying. Two angles also we're not going to use it. We're going to use either two distances or distance and offset. الان لو جينا من زاوية البناء اسقطنا عمود على الخط هذا، الخط هذا مش احنا مختارينه في الطبيعة، مش بنقدر نشد شريط عليه، جينا اسقطنا عمود زاوية قائمة، قسنا المسافة من بي للنقطة هذه وكمان قسنا العمود. الآن أنا أروح على ورقة الرسم بقدر أرسم مكان زاوية البناء ولا بقدر إيش؟ بقدر المسافة عمود، وزي ما عملنا في هاي النقطة بنعمل في هاي النقطة. لو أسقطنا عمود بمعرفة هاي المسافة والعمود بنقدر نرسم موقع النقطة هذه، صح؟ أوكي. الآن بنقدر نرسم واجهة المبنى هذه. واجهة المبنى هذه أصبحت مالها؟ مرسومة. إذا البناية تبعتك اللي تبغى ترفعها وزي معظم المباني موجودة عندنا في فلسطين زاويتها قائمة، فكل اللي عليك إنك تقيس هذا الطول وهذا الطول وهذا الطول وهذا الطول وهذا الطول وكمل الرسمة تبعتك، صح؟ هاي في هاي الحالة بنكون احنا ماخذين خطوط مساعدة كافية على اساس كل واجهة نسقطها على الخط المجاور لها، بعد ما نجمع النقاط نوصل بينها بيطلع عندي الشكل في النهاية، واضح؟ إذن هذا كان جواب على سؤال
انه لو ما كانتش الزوايا قائمه ساعتها بنكون حاسبين لحساب هذا في اختيار الخطوط، كل خط بسقط لي واجهه من واجهه المبنى وبعدين بنوصل الخطوط مع بعض البعض. والحط الان شجره البلوط هذه اوك تري بقدر اقيسها من الخط تبعي؟ بقدرش، بس بقدر اربطها مع مين؟ بقدر اربطها مع اشي انا قسته ثابت زي البنايه هاي، فممكن اقيس لها ايش؟ مسافتين. واحد هاي النقطه رفعتها بايش؟ مسافه وعمود. هلا انا اتكلم عن ايش؟ مسافتين. الخيار الثاني إذا أنا عرفت هاي المسافة وعرفت هاي المسافة وكنت راسم البناية بقدر أرسم موقع شجرة ولا بقدرش؟ إذا كنت بترسم بالفرجار يعني باليد بتثبت صفر الفرجار تعمل قوس، صفر الفرجار تعمل قوس، محل ما بتقاطعوا القوسين هو موقع شجرة. إذا كنت تشتغل على توكاد دائرتين وما بتقاطعوا تكون نقطة واحدة. طيب هذا الأوبجيكت ما بقدر يرفعه من خط الجنزير، طب أنا عندي هنا شجرة بقدر أرفعها من خط الجنزير أو عمود الكهرباء هذا. لو بدنا نيجي نسقط العمود هنا ممكن انا ارفعه بطريقه مسافه وعمود زي ما عملت في زوايا المبنى صح؟ بس انتبه هان كان في عندي عائق وضحه اكثر، كان عندي عائق هنا صخره شجره مبنى صغير اي شغله ممكن تكون، ما قدرتش اسقط عمود، هل من بديل؟ قطعا هي البديل على مسافه مثلا 45 متر تراكميه من بدايه الخط قسنا المسافه هاي، على مسافه 53 متر قسنا المسافه رابطين. الان بتوفر الرابطين هذول بقدر ارسم موقع عمود الكهرباء ولا بقدرش؟ بمشي ال 45 بعمل كوس في المسافه الاولى 53 كوس في المسافه الثانيه وين بتقاطعه بيكون هو مركز العمود. لاحظ كيف نختار انه النقطه نرفعها بطريقه اوفست او رابطين؟ رابطين يا شباب اللي هو زي هدول بنسميها ميثود اوف تايز، هذه بنسميها ديستانس اند اوفست. فكيف نقرر ميدان هو اللي بحطه، انت بتشوف الميدان وبتقرر. احنا قلنا المساحه فن صح، انت فنان في الميدان بتختار الشيء المناسب. واضح؟ هذا مثال. مثال ثاني من هاي الطريقتين ميثود اوف تايز وميثود اوف اوفسيتس. لو كان عندي منطقه تتكون من مبنى زي ما انتم شايفين وعمود، وخلينا نضيف هنا بئر ماء، هاي بئر ماء نفس المنطقة بس هنا رفعنا التفاصيل بأي طريقة distance and offset وهنا ايش؟ تايز. ممكن تعمل ميكستشر يعني هاي النقطة جينا نرفعها بروابط بس كان في عندي عوائق ما عرفتش انا اقيس روابط، بس هاي المنطقة مفتوحة فشو ممكن اعمل؟ اسقط عمود ديستانس اند اوفست. واضح؟ انت ممكن تعمل مزج بين الطريقتين. في المثال السابق كم خط كان في عندي؟ كم خط مرجعي انا اخترت؟ مثال اللي كنا عارضينه قبل شوي واحد اثنين ثلاثة أربعة كم خط مرجعي هنا؟ هاي الخط المرجعي تبعه. يا ترى الخط المرجعي كفى هذا؟ خلينا نشوف.
هذا العمود هي نكسناه برابطين، زوايا المبنى كلياتها هي نكستها، شو ضل عندي؟ الزاوية هاي هاي بعيدي، والزاوية هاي جاي ورا مخفية، صح؟ تقدرش تقيسها. طيب شو عمل؟ ليش خط؟ إذا كانت الزوايا قائمة حلت المشكلة، صح؟ تقيس هذا الطول L1 سميه، والطول هذا L2، والطول هذا L3، انت بستخدم خاصية انه الزوايا مالها قائمة. طب بير المي هذا بقدر اقيسه نسبة للخط؟ بقدرش لانه جاي خلف المبنى. فشو بعمل؟ اقيسه للمبنى. برضو لو فكرت في طريقة انك تسكت عمود تاخذ مسافة وعمود بسيط. هي قسنا كل التفاصيل، صح؟ حلت المشكلة. ممكن تعمل مزج بين distance and offset وبين ايش؟ method of ties ضوابط. الآن لنفرض المبنى تبعي هذا كان هيك، مش منتظم المبنى تبعي وزوايا مالها مش قائمة، يكفيني خط في الحالة هذه؟ طيب شو عمل؟ هاي اخذنا خط، هاي خط، ناخذ كمان خط. طبعا هذا مش موجود، على فرض ان هذا مش موجود، كم خط جنزي صار عندي؟ هذا الخط يا شباب يطلق عليه اسم chain line، خط جنزير. كم خط اخذنا هنا؟ ثلاثة. الان النقاط القريبة من هذا الخط بنرفعها نسبة لهذا الخط. النقاط القريبة من هذا الخط زي هاي النقطة وهي النقطة نرفعهم من مين؟ من هذا الخط. والنقاط القريبة من هذا الخط نرفعهم من هذا الخط. الان على ورقة الرسم، هاي ورقة الرسم، أول حاجة بتعملها أنت إيش؟ ترسم الخطوط الثلاثة، بتكون ماخذ اتجاه لأحد الخطوط، لنفرض هذا كان اتجاه الشمال نورث، طبعا في البوصلة بتقدر، لنفرض هذه الزاوية كانت 20 درجة، فأنت على ورقة الرسم افرض أنك اخترت الشمال للأعلى هيك، فأول خط عندنا كيف بده يكون؟ هو هذا هي مايل عن الشمال قديش؟ 20 درجة على أساس إنه هيش. هلا من هان كوس بالطول هذا، ومن هان أيوه هان كوس، وصل واحد هذا على ورقة الرسم، مقياس الرسم ماله؟ معلوم. انت بترسم بشكل دقيق. فالخطوط الثلاثة مالهم؟ خطوط الجنزير الثلاثة تم رسمهم، صح؟ رسمنا الخطوط الثلاثة. هلا بنيجي للخط هذا، شو في تفاصيل على يمينه ويساره؟ نرسم، نرسم التفاصيل على يمينه ويساره. كل شيء قسناه سواء رابطين او distance and offset يكون بعملية تفريغ له to scale. خلصنا الخط هذا، اقلب الصفحة، نيجي للخط هذا، شو في عندي تفاصيل هان وتفاصيل هان قستها؟ اقوم بعملية تفريغ لها. باجي للخط الثالث، شو قست على يمينه ويساره؟ بفرغ، ما بخلص اخر خط ولا الرسمة مالها مكتملة، مخطط المساحة جاهز. هاي الحالة كم خط جنزير؟ ثلاثة. طب قد ايه مسموح لي استخدم؟
واحد اثنين كل شيء واحد واكثر شيء شو بملي عليك الوضع في الميدان. لكن يفضل ان يكون عدد خطوط الجزير ماله مينيمم. ليش مينيمم؟ لانه كل ما زاد عدد خطوط الجزير بيزيد الشغل وبتزيد الاخطاء، بتزيد التكلفه، بتزيد الوقت، صح؟ فاذا هاي المنطقه بقدر ارفعها بخط جنزير واحد، ليش اختار ثلاثه؟ ليش اختار اربعه؟ واضح الكلام هذا؟ طب ممكن نستخدم خطي جنزير اثنين؟ هاي المنطقه، هاي المنطقه تحديدا ممكن نختار اثنين. واحد موازي بس هو انا دكتور هاي مسكت عضله. لحظه شوي، عيد مرة تاني، صوت أعلى. موازي الخط الجنزير الأول بس. يا سلام، شوف هالفكرة. هاي خط هو بيقول نختار خط موازي له هنا، صح؟ كأنك بتفكرنا بنرسم على ورقة. بدي إياك تتخيل الميدان برا. الميدان فيه صخور وأعشاب وشجيرات وشوك وعقبات، وعندي انا خط هيك، وبعدين انت بدك تروح تعمل لي ورا البنايه خط موازي له، كيف عملوه؟ ما بدي اياك تفكر على الورقه، بدي اياك تفكر في الواقع في الميدان. بنقدرش نعمل حكي هذا، واضح؟ طيب شو اللي بنقدر نعمله؟ هاي البنايه تبعتنا مرتين، زوايا غير كل. هاي خط جنزير. نطلع ناخذ خط جنزير ثاني. بس المشكلة اللي بتبرز عندنا انه لما بدي ارسم هدول الخطين شو بلزمني؟ طب انا بقيسش زوايا هنا، شو اعمل؟ باخذ قطر من اولها لاخر المسافة وبرسم. في عندي طريقتين للحل. الطريقة الأولى أقيس هذا. هذا مش خط جنزير. بس بقيسه عشان اعرف ارسم، لانه لما تروح على ورقه الرسم انت رسمت الخط الاول، هلا كوس عشان المسافه هذه، كوس ثاني عشان المسافه هذه، بعدين بترسم هيك خط. يعني ما بنرسم خط ثالث بس بنكون كسناه مشان يساعدنا في عمليه زي تشيك لاين يعتبر، او زي ما شرحنا الحصه السابقه بناخذ ال1 هنا ال2 وبنقيس ال3 ومنها بنحسب ايش الزاويه. في افضل اكثر من طريقه. اذا ما هي المعايير اللي بنستخدمها لاختيار الخطوط المرجعيه هذه؟ عده معايير. لاحظ خط 2 3 شو شكله؟ وصل طلع على الزوايا. اول معيار انه these lines should form what we call well conditioned triangles. ويل كونديشن، في ويل كونديشن، في ال كونديشن. ويل كونديشن تريانجل از ان انجل هوز انترنال انجلز ار بتوين 30 اند 120 ديجريز. بديش زوايا اقل من 30 درجه، لانه اذا كان في عندي زاويه اقل من 30 درجه عارفين شو بصير؟ هاي اقل من 30 حدد لي نقطه التقاطع بين الخطين. صافي اتس ا ريجن اتس نوت ا شارب بوينت. بس إذا كانت الزاوية أكثر من 30 you have sharp definition of the point of intersection. مساحة واحد هذا هو الإثبات، في مساحة اثنين we will prove it mathematically. mathematically راح أعطيكم وبالحسابات ليش الزاوية ما تقلش عن 30. إذا هذه أول شغلة انه الخطوط تعمل لي مثلثات ما يكونش فيها زوايا اقل من 30. الشغله الثانيه انا بدي ارفع تفاصيل،
معينة، بروح بختار الخط تبعي بعيد عنهم 100 متر ولا بجنبهم؟ جنبهم، عشان الروابط والأعمدة ما تكونش طويلة، صح ولا لا؟ عشان الدقة تكون أعلى والوقت يكون أقل، فدائما بختار خطوط الجنزير as close as possible to the details. Number three, we just talked about it. Number of chain lines should be minimum. Number four, no obstacles. What do I mean by no obstacles? إذا كان في عندي هنا بناية أنا في عندي بوند، إيش معنى بوند؟ بركة مي بيشكل ليك، لما بنحكي ليك المسافة مالها أو المساحة كبيرة، إحنا ما بنرفعها بمساحة الجنزير ولا لا؟ كنا مساحة الجنزير is good for relatively small areas. الآن هل من المنطق إذا بدك تختار خط جنزير تروح تختار الخط تبعك هيك؟ هو الخط شو بدك تقيس عليه أنت؟ بدك تقيس المسافات عليه وروابط وأعمدة على اليمين وعلى اليسار، تقدر تقيس عليه هذا؟ وأصلاً وقفت أنت هنا، أنت مش شايف نهاية الخط، لأنه نهاية الخط وين واقع؟ ورا البناء، فكيف بدك تقيس عليه؟ ما بزبط. إذا بدي اختار خط الجنزير تبعي كيف بختاره؟ كيف اختاره هيك؟ يكونش في عندي عقبات على مسار الخط. واضح؟ obstacles معناته عوائق أو عقبات. No obstacles. Provide check lines حكينا عنها قبل شوي. بالشكل الرباعي احتاجنا قطر عشان نقدر نكمل الشكل. المثال أعطيناه قبل اللحظة لما كنا بنختار خطي جنزير. هذا الخط الثالث وإن كنا لا نرفع عليه تفاصيل بس بنقيسه عشان نقدر نكمل الرسم. هذا يسمى الجيك بار. ملاحظة اللي بعدها اللي هي مهمة جدا ومهمة بحياتك العملية، شو الملاحظة؟ تاي تو نير باي ستيبل فيتشرز. فسرها كلمة كلمة، شو معناتها؟ شو معنات تاي تو نير باي ستيبل فيتشرز؟ اربط مع تفاصيل مجاورة ثابتة. نفسرها عندنا هنا شو تاني؟ حتى نفسرها نرجع لورا شوي. نرجع للرسم هنا. انت بديت تقيس خطيبي، هذا امر بهمكم كثير في حياتكم المستقبليه لما تطلع على الميدان تشتغل، حتى لو كنت ما بتشتغل في المساحه وانما تشتغل مهندس مشرف مراقب سوبرفايزر، بتكون في بعض الاشغال اللي انا بدي احكي فيها هلا. بدينا في الخط اي بي، رفعنا كل التفاصيل على يمينه ويساره، خلصنا منه، انتقلنا لمين؟ لبي سي. دكتور سؤال، هاي قطعه ارض يعني بملكها واحد يعني مش خطوط يعني بس؟ لا لا لا، هذه مش قطعه ارض. هلا حدود الارض ممكن تكون في اي مكان، بدك ترفعها نسبة للخطوط زي ما بترفع اي تفاصيل. هذه خطوط انت اخترت مساعد يعني. دكتور هون احنا يعني مثلا طلع لي هنا حد الارض جاي مع الشارع، ومع ذلك انا اخترت الخط وين؟ الطريق. ماشي؟ هي حد الارض هي وين؟ ومع ذلك انا اخترت الخط هنا. ليش طيب؟ هلا ممكن هذا الخط فيه عليه عقبات، لأن خط الجنزير أنا بدي أقيس شغلات عليه، صح؟ هلا هذا بجوز فيه عليه عقبات، سينسلي في شجر في صبر في كذا، مزبوط ولا لا؟ أنت مش ضروري في النقاط هاي تلتزم بالحدود. هلا بعدها بترفع الحدود نسبة لهي الخطوط. يعني لنفرض على سبيل المثال أنت مختار خط هنا
هذا خط انت اخترته، بينما حد الارض هي بالشكل هذا جنب الخط. هلا انا بدي ارفع الحد نسبه للخط، ماشي عادي. شوف لي قديش الاوفست هنا. هلا من هان لهان بجوز تقول والله هذا زي خط مستقيم، ماشي مسافه اوفست، بعدين من هان لهان مسافه اوفست، بعدين من هان لهان مسافه اوفست، بعدين من هان لهان مسافه اوفست، وهل مجرد ممكن لكل الحدود تاخذ مسافه اوفست. اوكي، فهذا الخطوط تبعتك ما لها علاقه بالحدود، وقد تكون هي نفسها جزء منها. برجع لك الخيار، اذا الحدود تسمح لك انك تستخدم تسقط عليه. عليه ماشي بصير. وضحت المثال، نرجع لموضوع. هذه خطوط وهميه في اي مكان انت بترتئي منها. الان خلصنا شغل الخط بي سي، ننتقل لاي خط بعدها؟ سيدي اجاك مكالمه انه في مشكله حدود بين جيران متكاتلين حالي حالي، اترك شغلك وتعال حل المشكله، تعال شوف لهم وين الحدود. تركت ورحت لشغل الثاني على امل انك ترجع تكمل الشغل هذا. امتى؟ ثاني يوم او ثالث يوم. هلا لما ترجع ثاني يوم او ثالث يوم، او طبعا بجوز غربت عليك الدنيا خلص ما قدرت تكمل شغل، ترجع ثاني يوم او ثالث يوم، منين بدك تبدا؟ ماشي، حسب المثال اعطيته انا وين انهينا؟ عند سي. اذا بدنا نبلش من عند سي صح؟ دور على سي، ما فيش سي. انت كنت حاطط فيها شوكي، مو الشوكي هذا اختفت. الفعل فاعل، ولد شافها عجبته هالحلقه، كان فيها هيك ولا خلعها وما اخذها، تركته. سياره اجت فيها، كيف نربط شغل اليوم شغل الامس؟ اللي رسمناه السكتش، نرجع ناخذ اتجاه الشمال حسب قياس طولي مثلا واحد الشمال بوصل. تعالي خذيه مره ثانيه في البوصله، بجوز يفرق له درجه درجتين يمين شمال حسب المؤثرات الموجوده. تقدر ايش تعتمد على الحكي هذا؟ عيد الشغل كلياته معناته شغل امبارح راح على الفاضي. شوفوا شو بنسوي مشان نختصر. قبل ما نترك الميدان بنربط النقطه هذه بتفاصيل ثابته. شو التفاصيل الثابته؟ هاي عمود كهرباء ماله؟ يعني شو احتمال نيجي ثاني يوم نلاقي عمود كهرباء مخلوع؟ we need to be realistic، واقعيين شوي صح؟ هلا اذا ما فيش عندك تفاصيل ثابته لازم اي نقطه اربطها حتى اقدر استعيدها اربطها برابطين. اي نقطه بدك تعرف موقعها بدها يا مسافه وعمود يا بدها رابطين. اوكي، اذا فيش معالم دور، بجوز لاقي لك في صخره هنا، على هالصخره شو تعمل؟ خط احمر، حط لك علامه ادهام وقيس المسافه من هنا وكسر المسافة من هنا. لنفرض هذه المسافة تلعب 13 متر وهان تلعب 11، فإذا رجعت ثاني يوم وما لقيتش النقطة سي شو بتسوي؟ بتجيب شريط تفتحه كديش؟ 24 متر، 13 و 11، بتثبت علامة الصفر هان وعلامة ال 24 هان وبتشد عند ال 13، تشكل عندك خطين، خط 13 متر من 0 ل 13 وخط من 13 ل 24 هو 11 صح؟ بعدين في البلبل اسكت النقطة تستعيد مكان التصوير صح؟ شفتوها؟ طيب مثال ثاني واقعي جدا. قطعة أرض لأبو أحمد، قطعة أرض لأبو محمد، ما
مختلفين طول عمرهم على ايش؟ على الحد. الله هداهم وجابوا مساه بتكوا فيه الطرفين واشتغل وحط لهم العلامات واقتنعوا ناولوا هالأجرة للمساح وقال يا الله هل المساح راح يشتغل حارس على العلامات هذه؟ لا خلص شغله. أبو أحمد خلى أبو محمد غايب عن المشهد سافر تاني يوم على عمان راح حرك هالعلامات طيب يوسع أرضه صارت ولا ما صارت؟ صارت بتصير ولا بتصير ايه؟ بتصير راح تصير ولا مش راح تصير؟ past present future how can we prevent this from happening كيف ممكن نمنع الحكي هذا من الحصول؟ بكل بساطة قبل ما المساح يترك الموقع نطلب منه يقيس لنا بعد النقطة هذه عن البناية هاي وعن البناية هاي يقيس لنا بعد من هان لهان يقيس لنا البعد من هان لهان يقيس لنا البعد من هان لهان بالكو بعد 50 سنة بكون أبو أحمد أو محمد ميتين على زمن الورثي بحاجة إنهم يجيبوا مساحة عشان يرجعوا الحدود ولا بيقدروا هم يرجعوها قطعنا رزق المساحين هيك واضح شباب فأي علامة تخشى عليها من الضياع اربطها في ايش؟ في معلمين ثابتين واضح؟ انت مستقبلا بدك تكون مهندس مشرف على موقع هاي قطعة ارض ينبنى فيها هاي عاية حدودها يمكن انا شارع على سبيل المثال اول حاجة بدك تعملها بدك تنزل الجرافات وتسهمي بالموقع ولا لا؟ شو راح يصير في العلامات هذه؟ راح تضيع شو نعمل؟ الو مساح رجع مرة ثانية حطهم انت مهندس مشرف شو بتسوي؟ ترجع لمحطة المساح ترجع ولا ترجعش اربط هاي النقطة هنا في عندنا سور للمجاورين قيس منه في شيء معلم ثاني انا في عندي صخرة حط عليها علامة وقيس منها اربطها في معلمين ثابتة ضاعت العلامة هذه انت بتسترجعها جزء من شغلك واضح الكلام هذا؟ اي استفسار شباب؟ اوكي الان خلينا نشوف السيناريو التالي انت جزء من تيم الفريق اللي بيشتغل في الميدان مهمتك تقيس في فريق ثاني وين موجود؟ في المكتب وظيفته تبع الأمور المكتبية ومن ضمنها الرسم روحت أنت على المكتب بدينا المغرب معك كل هالقياسات ومسجلها حطيت صفطة الأوراق على المكتب ملاحظة يرجى تجهيز المخطط مع الساعة الواحدة ظهرا غدا وثاني يوم شو عملت سحبت حالك روحت على شغل جديد رجعت الساعة واحدة فوق والله فعلا المخطط جاي طول الوقت ما اتصلوا فيك تلفون لا يسألوك لا هذا الرقم شو ولا هذا خط شو كيف فهموا عليك لازم يكون في لغة مشتركة بين مين بين القياس في الميدان والرسام في المكتب شو هي اللغة المشتركة اللغة المشتركة هي سكيتش مع صفحة الأوراق حتى نفهم شو صفحة الأوراق خليك متبع معي صفحة 58 على السكيتش وأنا راح أحط سلايد اللي يمكن تطلع على 60 أو 20 انت تبع معي على سكيتش صفحة 58 انا بدي احط الصفحة كم خط جنزير في عندي؟ أربعة في عندنا دفتر بسموه دفتر ميدان كان يخصص ورقة لكل خط جنزير عشان تدوين القياسات عليه احنا في عندنا الدليل العام اللي هو سكيتش وبعدين عند الخط اي بي بنخصص له ورقة بي سي ورقة سي دي ورقة دي اي ورقة وبنعطيهم ارقام خط A B page number 1 خط B C page
نبرته واحد مجرد. كان زمان كانوا يستخدموا دفاتر بستاندرد دايمنشنز 15 سنتي 20 سنتي، ولكن انت لو استخدمت ورقه 20 30 غلط غلط. الى ورقه هذه كانت مقسومه في الوسط بخطين بلون ازرق او احمر، شو وظيفته شباب؟ انت لما بتقيس على خط الجنزير شو بتقيس؟ بتقيس مسافات، فاذا بدك تسجل مسافه صح، وبعدين بتقيس روابط على اليمين او اعمده، روابط على اليسار او اعمده. طب هاي الارقام الكثيره ممكن يعني ممكن تختلط مع بعض البعض، ممكن يصير في ابهام عليك، مزبوط ولا لا؟ هل من وسيله ان نعزلهم نفسهم عن بعض؟ جواب نعم. بنيجي لخط الجنزير تبعنا بس لغايات التدوين، مش على ارض الواقع. على ارض الواقع اتس زيرو دايمنشن، في له عرض، الخط في له عرض، بس لغايات التدوين خلينا نفترضه زي مسطره، ونصير نكتب على المسطره المسافه، ماشي؟ يعني كأننا فصلنا نصين، هاي خط الجنزير تبعنا عشان نكتب عليه المسافات، والروابط والاعمده اللي على اليمين نكتبهم على اليمين، والروابط والاعمده اللي على اليسار نكتبهم على اليسار، بس لغايات التدوين. اذا هذا مثال على الخط بي سي، طلع لي على سكتش عندك، شوف لي على يمين الخط بي سي، الان شوف لي التفاصيل على يمين الخط وعلى يسار الخط، نفسها ولا مش نفسها؟ اي على يمين في عندنا شجره، بنايه، شجره، عمود، حافه طريق، على اليسار بنايه وبنايه، مزبوط؟ نفس الشيء ولا لا؟ خليني اسمع شيء، مش نفس الشيء؟ نفسه. اوكي، الان نبدا عمليه التدوين والقياس. احنا بنقيس وبندون على بعد 2 متر، لاحظ هذا لاي خط؟ بي سي. هيو الذي يبدا من بي وينتهي سي، يبدا بمسافه صفر وينتهي. اذا هذا الخط شو هذا الرقم شو بيمثل؟ طول خط. واضح؟ هذا موجود على اي صفحة؟ اثنين. طب صفحة واحد الخط اي بي، سي ترتبط مع دي والمعلومات موجودة وين؟ صفحة ثلاثة. يعني كنت انت رسام وتشوف المعلومات هاي بتعرف كيف الشغل مربط ببعضه صح؟ اوكي، هذا الخط طلع 60 متر وشوية. افرض الخط كان 100 متر والورقة ما وسعت، بسمي بيج 2 اي page 2b page 2c ولا مجرة، يعني وصلت ل 60. الورقه اللي بعدها ببدا من وين؟ 60 وبطلع بعد ما ولا مجرة. هنا هاي الشجره على بعد 2 متر اخذت رابط بطول 7 متر و33، على بعد 10 متر رابط بطول 8.5. الان على ورقه الرسم بقدر ارسم مكان الشجره ولا لا؟ حافه البنايه هذه زاويه البنايه على بعد 5 متر و15 كان في عندي اوفست 230. الروابط بنرسمها بس الاوفست ما بنرسمها مشان نمنع الاكتظاظ في الورقه. واضح؟ بس نكتفي بوضع قيمه الاوفست بين النقطه وبين الخط. الان لو كانت عندك هاي المعلومات، واحد بالنسبه لهي الزاويه مثلا اخذنا مسافه واوفست، مسافه واوفست، صارت هذه الزاويه مالها؟ بنقدر نرسمها. اذا كانت زوايا البناء قائمه وعندي كل الابعاد هذه بقدر اكمل بناي، وهيني انا ربطت الشجره في البناء. الهام بعد ما ترسم خطوط الجنزير الاربعه تقدر ترسم كل التفاصيل على يمين ويسار كل خط اذا توفر عندك ورقه زي هيك ولا لا؟ طبعا دليلك بيكون في عمليه الرسم هو مين؟ بحاجه انك تعمل اي اتصال مع الفريق الميداني نهائيا. مطلوب انك تعمل الحكي هذا برا؟ لا، بطلنا اليوم نشتغل بالشغل هذا، بس كنا بندرسكم اياه علشان ايش؟ عشان لو وقع بين ايديك اوراق زي هيك تقدر تحللها وتفهمها. وكثير من اراضينا في لها ريكوردز في اداره المساحه بالشكل هذا. المره الجايه راح نحطك وين؟ المكتب. عندك صفحه الاوراق هاي، وخلينا نشوف كيف تختار سايز اوف بيبر وقياس الرسم وكيف ترسم وما الى ذلك. واضح؟